الحديد يصدأ إذا لم يستخدم، والماء يركض إذا لم يتحرك، وكذلك العقل إذا لم يفهم. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ومتميزة من برنامجكم طبيب الأسنان والأذهان. قبل ما أتكلم عن فقرات البرنامج وقبل ما أتكلم عن ضيوفي الأعزاء، عايز أقول إن الحلقة دي بالنسبة لي حلقة استثنائية. حلقة استثنائية ليه؟ لأنه المخرج للحلقة دي والمشرف على الإخراج هو المخرج العالمي الودود المبدع المتألق أستاذنا كلنا، اللي أي إعلامي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي يفتخر كل الفخر ويتشرف كل الشرف إنه يخرج له الحلقة بتاعته، ألا وهو المخرج أستاذنا الكبير اللي بيدعمنا كلنا وليد عمارة، جزاه الله عنا خير الجزاء. كمان مش هننسى المدير الفني لقناة الصحة والجمال حبيبي وصديقي وأخويا المخرج الشاب المبدع محمد عزت. محمد عزت من أول ما تولى مهام المخرج أو المدير الفني لشكل القناة، لاحظنا كلنا كمذيعين أو كإعلاميين أو كمقدمين للبرامج هنا إلى حد ما اختلاف الشكل الفني للقناة، وتم تفعيل آليات كانت معطلة من قبل، وده مش غريب على عزت لأنه عزت دايما بيعلمنا الاحتراف والمهنية في مجال الإعلام. دي كانت مقدمة وشكر لابد منه للأستاذ وليد عمارة وللأستاذ محمد عزت. ننتقل إلى الجانب الطبي. حضرتك بتسمعنا دلوقتي بتروح لدكتور الأسنان، صح كده؟ بتكون عايز تعمل حشوة، الحشوة دي بتتم في أكتر من جلسة، ومدام تمت في أكتر من جلسة بناء عليه بيترتب زيادة في المبلغ المالي وزيادة في الوقت وزيادة في الجهد. من تقريبا أسبوع تم نشر بحث علمي في مجلة عالمية إنجليزية اسمها EC Dental. الجدير بالذكر أن صاحب البحث ده هو دكتوري في كلية الطب وجراحة الفم والأسنان جامعة MTI دكتور أحمد مجدي. والحقيقة أن دكتور أحمد مجدي من أروع الأطباء اللي بيضربوا الأمثلة في العطاء للطلاب وإزاي بيساعدوا الطلاب دول، لأنهم بيعتبروهم دلوقتي طلاب عندهم وفي المستقبل القريب هم زملاء صغار لهم. ومن حسن الحظ معانا مداخلة هاتفية من الدكتور أحمد مجدي مدرس المواد الحيوية بكلية الطب وجراحة الفم والأسنان جامعة MTI. دكتور أحمد بنرحب بحضرتك. ازيك يا دكتور علي، أخبارك إيه؟ أنا مش دكتور، أنا تلميذ حضرتك والله. أخبار حضرتك دكتور؟ إن شاء الله كلها يعني وقت قريب إن شاء الله وتبقى زميل لينا إن شاء الله ونفخر بيك. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. نهني أنفسنا الأول ونهني حضرتك بمناسبة صدور أول بحث علمي لحضرتك. ربنا يبارك فيك يا رب. عايز اعرف من حضرتك ايه النتائج بتاعت البحث ده او الورقه العلميه دي. زي ما حضرتك قلت في المقدمه ان المريض بيحب يجي يعمل حشوه شكلها ملون شكل لون السنان، مش الحشوات المعدنيه وكده. صحيح. فكانت الحشوات الضوئيه اللي اسمها الكومبوزيت. إيه من ضمن عيوبها ان هي ضعيفه شويه. صحيح. فاحنا عملنا فيها جزء فايبر، حطينا في قلب المكان في جوه الحشوه نفسها جزء فايبر. صحيح. وشفنا تاثيره على خواص الحشوه ايه، فاكتشفنا ان هو بيقلل الليكج اللي بيحصل، التسريب اللي بيحصل بعد الحشوه. تمام. وبيزود القوه عموما بتاعه السنه، وبالتالي ده هيطول عمر الحشوه الموجوده في بق المريض. صحيح. ميزه ان هو هيوفر لنا شويه ان انا اعمل حشوه غير مباشره، هيوفر سواء تكلفه ماديه على المريض ووقت على المريض، لان الحشوه دي تخلص في نفس اليوم، انما لو عملت حشوه غير مباشره اللي بنوجهها المعمل على الاقل هنحتاج زيارتين ليها. تمام. فده ميزه الحشوه عندنا اللي احنا عملناه. تمام يا دكتور. ولسه ما زال معايا دكتور أحمد مجدي، وأحبه هو لسه موجود معايا. أوجه رسائل نارية للسادة رؤساء تحرير الصحف القومية والمجلات، دكتور أحمد مجدي أستاذ خواص المواد الحيوية كلية الطب وجراحة الفم والأسنان الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، تم نشر بحث علمي لسيادته في مجلة EC Dental العالمية الإنجليزية. فمش معقول يتم نشر البحث العلمي في مجلة خارج مصر وإحنا ما نهتمش بالقامات أمثال دكتور أحمد مجدي في عالم الطب بصفة عامة وعالم طب الأسنان بصفة خاصة. دكتور مجدي، عايز أعرف من حضرتك إيه القادم بالنسبة للبحث العلمي الخاص بدكتور أحمد مجدي؟ إن شاء الله هنبتدي نشتغل في بعض المواد بقى للتركيبات الثابتة وتأثيرها في القوة بتاعتها وإنها تقعد فترة طويلة فوق المريض، يعني لسه شغالين فيها، يعني لسه ما وصلناش لنتائج فيها يعني. تمام. كل التوفيق لحضرتك وفخور جدا بوجود حضرتك معايا. أنا اللي فخور أكتر إن أنا ألاقي تلميذي كده شخصية ناجحة زيك كده واسمه منتشر، ما شاء الله ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور. شكرا جزيلا دكتور أحمد مجدي مدرس المواد الحيوية بكلية الطب وجراحة الفم والأسنان جامعة MTI. ننتقل من الجانب الطبي للشق السياسي. هناك حزب في مصر يسمى حزب الحرية المصري. حزب الحرية المصري بقيادة دكتور صلاح صب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب. حزب الحرية بشكل عام ليه
يعني ليه مفعول وليه وجود داخل جمهورية مصر العربية. هتكلم بصفة عامة عن محافظة دمياط، ويسعدني ويشرفني أن يكون معايا مداخلة هاتفية من سيادة اللواء بليغ العناني أمين عام حزب الحرية المصري لمحافظة دمياط. سيادة اللواء بنرحب بحضرتك. أهلا، مرحبا مرحبا، كل عام وأنتم بخير. وحضرتك بخير، أخبار حضرتك إيه؟ وصفة البرنامج وكل السادة المشاهدين. ربنا يبارك في حضرتك. حزب الحرية المصري، حزب الحرية المصري ليه مجهود لا ينكر، عايز أعرف من حضرتك إيه الخطوات اللي تم اتخاذها من قبل إدارة حزب الحرية المصري وخاصة في محافظة دمياط بشأن تفشي فيروس كورونا؟ تمام. هو بالنسبة لحزب الحرية المصري أقدر أقول إن حزب الحرية المصري حزب خدمي اجتماعي صحيح ديمقراطي سياسي صحيح، بيضم حاليا ما يقرب من 520 مقر منتشرة بجميع أنحاء محافظات الجمهورية. صحيح. وهو الحزب الأول الذي أطلق حملة احمي نفسك احمي بلدك خليك في البيت. صحيح. في زمن انتشار فيروس كورونا المستجد. صحيح. ومن خلال الأمناء والأعضاء المنتشرين بمحافظة دمياط وأيضا من خلال 38 مقر للحزب بدائرة المحافظة. صحيح. تم اتخاذ التدابير الاحترازية لمقاومة الفيروس من خلال اتخاذ بعض الإجراءات على أرض الواقع، ومنها اولا تفضل مع حضرتك تطهير الاماكن العامه والمنشات الحكوميه ومقرات الشرطه والشوارع بمعظم قرى ومدن المحافظه باستخدام الكحول والكلور والمطهرات الاخرى. صحيح. ثانيا، عمل حملات للتوعيه للمواطنين من خلال طبع ما يزيد عن 10,000 منشور للتوعيه وطرق الوقايه والعلاج من الفيروس. صحيح. أيضا تم التواصل مع مديرية الصحة والتعاون المستمر من خلال نشر البنرات الخاصة بالشكر الموجه للجيش الأبيض بالمحافظة. صحيح يا سيادة اللواء. طيب عايز أعرف من حضرتك إيه اللي جاي؟ حزب الحرية ناوي يقدم إيه لحشود الشعب المصري في عجالة؟ اسمح لي إن أنا أكمل. إن إحنا قمنا بتوزيع أعداد كبيرة من الكراتين الخاصة بالمواد الغذائية على العمالة الغير منتظمة والمستحقين من أبناء قرى المحافظة، كما تم إقامة معرض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة. صحيح. أنا بسأل حضرتك سيادة اللواء، حضرتك سامعني؟ أيوه تمام. أنا بسأل حضرتك القادم بالنسبة للحرية المصري. القادم بالنسبة للحرية المصري طبعاً الخطة المستقبلية حالياً زي ما الكل عارف في الاستحقاقات الانتخابية اللي جاية. صحيح. في مجلس الشيوخ والنواب، واللي بيستلزم من التواجد بقوة في الشارع وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين من أبناء المحافظة، وخاصة الخدمات العامة التي تمس المواطن. صحيح. والاستمرار في نشر الوعي بين المواطنين باتخاذ التدابير الاحترازية. صحيح. للوقاية من هذا الفيروس اللعين على النحو السابق، ومن خلال لجنة تنسيقية الحزب بالتواصل مع المسؤولين لتحقيق أكبر قدر من التوعية والوقاية من هذا المرض. تمام جدا. يا بطلب من حضرتك طلب يا سيادة اللواء على الهواء انك تشرفنا في حلقه جايه ونتكلم باستفاضه عن حزب الحريه المصري واعماله وانشطته. ان شاء الله باذن الله، لكن برضه اسمح لي ازود برضه كلمتين من يعني بعد اذنك يعني. اتفضل. عايز اقول ان حزب الحريه المصري برئاسه الدكتور النائب صلاح حسب الله المتحدث الرسمي بالبرلمان المصري والمحاسب احمد مهنا، الامين العام للحزب والدكتور احمد ادريس امين التنظيم بالامانه العامه بالقاهره، والساده النواب رئيس الحزب واعضاء الهيئه العليا وامناء المحافظات وجميع امانات الجمهوريه يدعمون قرارات الدوله المصريه ويقفون خلفها لحمايه حدودها والحفاظ عليها في جميع المجالات، مؤمنين الدعم الكامل للقياده السياسيه. صحيح جدا، مفهوم مفهوم. كما يدعم الحزب الدعوات السلميه نحو حل مشكله سد النهضه والمشكله الليبيه حفاظا على هويتها وشعبها الشقيق، مع احتفاظ مصر بحق الدفاع. مظبوط جدا. واتخاذ كافه الاجراءات الكفيله لحمايه الامن والمصالح المصريه ضد الميليشيات الارهابيه والمرتزقه. مظبوط جدا، مظبوط. شكرا لحضرتك يا سياده اللواء. شكرا لحضرتك يا سياده اللواء، وان شاء الله تكون معانا في المستقبل القريب ونتكلم باستفاضه عن حزب الحريه المصري. نخرج فاصل واستنونا، معنا مناظره قويه وناريه بين استاذ في علوم الطاقه وبين داعيه اسلامي. استنونا.